علينا خاطر احنا صغار واحنا نلبسوا يا اخي انا كنت وقتها ما يضركمش خاطر الاستاذ كبار وكانوا يتعدلوا عليهم وما كانش فما عباد تحكي ما تكلموش. فيلم شاف وركز على زاوية معينة شباب يتحرش وباهي برشا باش الزاوية ديكا تعرفها الناس. اللي عملته أليش في الفيلم هذايا اختصرت خدمة قاعدين نخدموا فيها عنا سنوات وسنين انه نسوا الملف او القضية متاع الزاوية اللي يخدموا في القطاع الفلاحي من برشا جوانب. تطرق لبرشا حاجات أخرى، مسألة الأجر، تطرق لمسألة الترانسبور النقل، تطرق لمسألة التمييز، تطرق لمسألة الأعمار اللي قاعدة تخدم الشباب والصغار اللي هما قاعدين يخدموا في الفلاحة. ذكر واقع راهو أكثر رواق. وعجبتني نقاشها مع الرجل الكبير اللي هو يسمع يخدم خاطر احنا وقت هذيك فما عباد تخدم معنا خاطر احنا مخضرين سنة، أما فما عباد تخدم في من الخدمة سايب وجاني يجري معنا راجل. رانا عندنا قصص حب ونجموا نعيشوا وسعنا التعب وعنا كل حابين نوروا الفرحة حابين نوروا فما حزن، أما ديما نبقاو ديما لحمة واحدة. كان لاحظت في آخر فيلم احنا البنات مع بعضنا.